ريسينج. يا المتابعون الكرام، انطلقت جائزة سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني المستشار الخاص لسيدي أمير البلاد المفدى، وجائزة المليون ريال قطري انطلاقة حسن المطوي ولاهور، سلالة قوية بيرنينغ ساند بيترا لاهور دارن ويليامز على المركز الأول في صدارة المليون. هنا يأتينا ثانيا الجواد الأزور مربط الشحانية جي بي غامبر على المركز الثاني بين ملاهيب الشحانية. يأتينا ثالثا هاري بنتلي نظام أبجاد روكو على المركز الثاني، بينما ثالثا أتابع وأشاهد خالد بن ناصر ومثابر مع فاضل عصفور وسيب ساندرز. لا تزال الصدارة للاهور لحسن بن علي المطوي بقيادة دارن ويليامز على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. في المركز الثاني الأزور منفي ولا مش الأزور، هنا العرافة بيرنينغ ساند إيمي دي فاوست مربط الشاحنية يعني الصوابيد على المركز الثاني خطوة بخطوة مع لاهور لحسن بن علي المطوي ودارن ويليامز. هنا مقرن ريحان عامر مارجا بين لحظة والأخرى على المركز الثالث انطلق الجواد عرافة بيرنينغ ساند إيمي دي فاوست يعني الصوابيد على المركز الأول كأس المليون. على المركز الأول صدارة عرافة. هنا من يأتينا؟ من القادم؟ فولاذ ولا خباب؟ فولاذ ولا خباب؟ فعلا أيها السيدات والسادة، أيها المتابعون الكرام، الصدارة اليوم قرن في هذا الشوط الجميل والرائع فولاذ بيرك ريزولت. المركز الأول نشاهد الجواد فولاذ ليوم قرن وبيير كومبرتينو، المركز الثاني من نصيب الجواد رقم 11. إذن المركز الثالث من نصيب الجواد رقم 2 اللي هو دهاش لعيسى الصليطي وأدري ديفريس. المركز الرابع من نصيب الجواد رقم 4 خباب ليوم قرن مارفن سورلاند، خامسا لصالح ريحان أم قرن وستيفان لجاج. ألف مبروك لجميع المجد العريق لحسن المطوي طبعا بقيادة بيير كونفارتينو. مبروك بيير مع مجد العريق جواد الانتاج المحلي سلالة مجد العرب. المدرب حسن بن علي المطوي، مدرب الجواد مجد العريق حسن بن علي المطوي. ألف مبروك، مبروك أبو علي. المالك حسن بن علي المطوي أيضا، مالك مجد العريق حسن بن علي المطوي. المالك حسن بن علي المطوي استلم الكأس من سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني. ألف مبروك أبو علي. الشوط السابع هنا صورة تذكارية، صورة تذكارية تأخذ مع سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني. ألف مبروك أبو علي، ألف مبروك. الشوط السابع الخيال هاري بنتلي قاد المهرة العنقاء. هاري بنتلي ألف مبروك، يستلم كأس الخيال من سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني. المدرب جوليان سمارت، مدرب العنقاء لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني جوليان سمارت. مبروك. المالك سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني سيد عبد الرحمن منصور بالنيابة. سيد عبد الرحمن منصور يستلم الكأس. مبروك. الشوط الثامن للخيل العربية الأصيلة الخيال الفائز بيير كونفارتينو، صورة تذكارية، صورة تذكارية طاقم الشحانية يبون يأخذون صورة يحتفظون بها مع سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني. ألف مبروك الشحانية. الشوط الثامن للخيل العربية الأصيلة بيير كونفارتينو، جائزة سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني الخيال بيير كونفارتينو.
مع الجواد فولاذ عامر وجلجلة. ألف مبروك المدرب السيد البان، سيد البان ديميول والمدرب الفائز، مبروك. المالك مزرعة أم قرن عبد الله الكبيسي ممثل لمزرعة أم قرن دائما، مبروك أبو راشد. صورة تذكارية لطاقم مزرعة أم قرن مع سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني.